إنتر ميلان يكتسح شاختار ويصل لنهائي الدوري الأوروبي. ألهم لوتارو مارتينيز إنتر ميلان لتحقيق فوز ساحق 5-0 على شاختار دونيتسك ليصل إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين، ويصبح قريبا من أول لقب خلال 9 سنوات. وكلل المهاجم الأرجنتيني مارتينيز الأداء الخططي الممتاز لفريق المدرب أنطونيو كونتي ليضرب موعدا مع إشبيلية البطل 5 مرات. كما هز روميلو لوكاكو الشباك مرتين بجانب هدف لدانيلو دامبروسيو، واستحوذ شاختار على الكرة بنسبة كبيرة، لكنه فشل في تهديد مرمى إنتر ميلان الذي تفوق تماما على منافسه. وفاز إشبيلية 2-1 على مانشستر يونايتد أمس الأحد ليبلغ النهائي يوم الجمعة.